من عقلية القيادة السودانية إلى عقلية الانقلاب وحميتيا، لأن نتحدث عن تطور خطير في استخدام قوات الدعم السريع لحالات الخطف مقابل الفدية حسب تقارير أممية وتقارير أممية أخرى على انتشار سلاح الاغتصاب للنساء. وهذا ليس فقط في الأيام الماضية، هو قديم، ولكن في الأيام الماضية زاد بشكل كبير، حتى يتدخل جوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة ويقول أنه يجب حماية المدنيين خصوصا النساء والأطفال في السودان من الهجمات التي يقوم بها الدعم السريع من حملات الاغتصاب الجماعي. كيف سيتعامل السودان مع هذه العقلية، ولماذا وصل الانقلاب إلى هذه العقلية؟ نعم، أنا أقول لك، حينما تمردت ميليشيا الدعم السريع كانت ترى أن استلام السلطة لأن استلام السلطة لا يتجاوز الساعات القليلة ويكون حميتي في القصر. لا أقول، يعني لا أذيع سرني، قلت لك بأن عدد من قيادات ميليشيا الدعم السريع والموالين لهم من السياسي من أنصاف الساسة وغيرهم كانوا في التلفزيون القومي صبيحة الانقلاب ليحللوا بيان الانقلاب وليعلنوا دعمهم لقائد الانقلاب حميتي. ولكن ما أن دارت روح المعركة حتى تغيرت الموازين من البحث عن السلطة والوصول إلى تقوم القصر الجمهوري إلى عمليات الخطف وعمليات النهب وعمليات السلب وعمليات القتل وعمليات الاغتصاب، وهي حيلة العاجزين. ولكن هذه ليست بمستغربة عن ميليشيا الدعم السريع المتمردة، هذا هو سلوك متوارث لهذه الميليشيا، متوارث لهم منذ من أسلافهم. هذه الميليشيا ظلت تخطف في دارفور مقابل الفدية، ظلت تنهب، ظلت تغتصب، ظلت تمارس شتى أنواع الممارسات السيئة، لأن هذا هو السلوك المعهود لديهم. أنا أقول لك أن عملية الخطف، هذه العملية ظلت منذ انطلاقة الحرب، كانت الميليشيا تختطف في عشرات الأسرى تساوم بملايين الجنيهات. لدينا أصدقاء، لدينا أقارب، لدينا أهل تم دفع مبالغ مالية وإطلاق سراحهم. الميليشيا حينما سل قام المتمرد كيكل بالتسليم للقوات المسلحة، قامت الميليشيا بانتهاك وباجتياح منطقة شرق الجزيرة وعدد من القرى التي كان يشكل لها كيكل حماية. بالتالي هذه الميليشيا الآن في حالة انسحاب وفي حالة هروب من وسط الجزيرة ومن شرق الجزيرة إلى تخوم دارفور وتخوم كردفان. وفي هذه اللحظات، يعني بعد أن فكرت في الهروب، فكرت في الاقتناء السريع، أنها تنهب، تقتل، تنتهك، تغتصب، وبالتالي تطالب بالفدية. هذا أمر طبيعي جدا. أنا لك أن تعلم يا أخي الكريم أن الميليشيا الأسبوع الماضي أول أمس في قرية اختطفت طفل لا يتجاوز عمره 3 سنوات، طلبت بفدية. حينما لم يتم دفع الفدية قامت بذبحه من الأذن إلى الأذن. حالات كثيرة جدا من القتل وحالات كثيرة جدا من الاغتياد القسري بالمقابل المالي. أمر آخر، أنا أتعجب لغوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة، وتعجب لدول القرب التي تطالب بحماية المدنيين وتطالب بهناك، ولا تطالب الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم وإيقاف التدفق الأسلحة لميليشيا الدعم السريع. هذه لم تستطع، هذا غوتيريش وهذه الأمم المتحدة تطالب الشعب السوداني بأن يكون بتطالب الميليشيا بالتوقف عن المذابح، ولا تصنف الميليشيا كميليشيا إرهابية. تدين الآن الوكالة الأمريكية أدانت، الوزارة الخارجية الفرنسية أدانت، الأمم المتحدة أدانت، وزارة الخارجية البريطانية أدانت، كل الرؤساء الأوروبيين أدانوا انتهاكات ميليشيا الدعم السريع، ولكن لن يجرؤ أحد ولم يجرؤ أحد بتصنيف الميليشيا كميليشيا إرهابية. وهذا يؤكد لك بأن العالم يعني يكيل بمكيالين. أنا أقول أن الحل الآن لدى القوات الشعب المسلحة، والحل الآن في يد الشعب السوداني الذي التف حول قواته المسلحة، بضرورة حسم الميليشيا المتمردة حسما عسكريا حتى لا يبقى من دونها أحد. أقول لك ذلك. والقوات المسلحة الآن أحكمت سيطرتها على مدينة سنجا،
اخر معاقل ميليشيا الدعم السريع في ولايه سنار، وفي خلال وفي غضون ساعات قادمه سنسمع عن تحرير سجنه، وسنسمع عن هلاك العشرات والمئات من جنود الميليشيا. بالامس فقط قتل ما يزيد عن 100 متمرد في محاور مختلفه من مناطق العمليات، واليوم ايضا قام عدد من جنود الميليشيا بالتسليم. وقبل دخول الى هذه الاستوديو لدي معلومات دقيقه بان قائد كبير للميليشيا يفاوض للتسليم، وان القوات المسلحه او القائد الذي تحدث معه طالبا التسليم قال له عليك ان تتفاوض مع الابرياء الذين قتلوا ووسغت ارواحهم، عليك ان تتفاوض مع من هربوا من منازلهم ومن ابعدوا ومن ديارهم وممتلكاتهم. وفي هذا يؤكد ان القوات المسلحه اصبحت تمتلك زمام المبادره في عدد من المواقع، وبالتالي ان الامر سينتهي بالحسم العسكري لهذه الميليشيا المتمرده. اذا اختم معك بنعم او لا، هل سيتم بناء على كلامك، هل سيتم حزم هذا الصراع من الداخل بالسلاح السوداني حتى ولو كان بالسياسه في السياسه السودانيه الداخليه، ام سيتم انهاء هذا الصراع من الخارج بإنهاء المشاريع الإقليمية؟ نعم، أنا أقول لك هذا الصراع سيتم حسمه داخليا ببندقية القوات المسلحة وبإرادة الشعب السوداني، وأن كل المبادرات الخارجية كما وصفها الرئيس السياسي أفورغي عبارة عن بازار سياسي لا تقدم ولا تؤخر. أستاذ هيثم محمود الباحث والمحلل السياسي، أشكرك بشدة على التواجد معي في هذه الحلقة، وأشكرك على كل هذه الإفادات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا جئنا إلى نهاية هذه الحلقة من في المنتصف، فإلى حلقات جديدة. أنا عمرو ملكي يحييكم، دمتم في أمان الله.